برحب بحضراتكم مرة تانية، والبيت الكبير لسه مستمر. النهاردة معانا ضيف من طراز فريد، نجم كبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر. النهاردة زي ما قلنا نجم كبير، حقق إنجازات رائعة مع الأهلي ومع المنتخب، برضو كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية. كابتن عادل عبد الرحمن، لاعب رائع، مدير فني قدير، خاض العديد من التجارب المهمة سواء في مصر وفي الوطن العربي. كابتن عادل برحب بحضرتك. أهلا بيك يا منورنا في البيت الكبير. الله يخليك. أهلا بيكم. وحشني. انت اللي وحشني. اخبارك ايه؟ يعني انا ما شفتكش بقالي يومين ولا قد ايه؟ لا انا بقالي كتير جدا. بقالنا كتير ما تقابلناش طبعا. ومنور البيت الكبير، وانا على المستوى الشخصي سعيد ان طبعا نكون موجودين. احنا جيل واحد وهنتكلم كتير بقى عن يعني بداياتنا، وهنتكلم في كواليس كتيره جدا. فبرحب بك عادل، منورنا. اولا انا سعيد جدا ان انا بتواجد معاكم، ويمكن اكيد يعني الواحد لما بيبقى في بيته ما بيبقاش بيحس باي حاجه الا كل خير. وانا سعيد جدا في الاطلاله الجديده اللي احنا فيها دي، والشكل الجميل اللي فيها القناه، ان تكون متواجد معاكم ان شاء الله. لا منورنا عادي، منورنا. وعندنا كلام كتير بس أكيد. هنطلع تقرير طبعا، بنرحب بيك. الاعداد بيرحب طبعا بكابتن عادل، وتقرير، ونرجع تاني مع الكابتن عادل عبد الرحمن. واحد من نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وأحد أفراد كتيبة الجيل الذهبي للكرة المصرية، والذي شارك في نهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا، النجم عادل عبد الرحمن. من مواليد شبين الكوم في 11 من ديسمبر عام 1967، لعب مع الأهلي في جميع المراكز خاصة في وسط الملعب، لكن مركزه المفضل كان رأس الحربة. أحرز مع الأهلي 19 بطولة ما بين دوري وكأس وبطولات عربية وإفريقية وأفرو أسيوية، ويعتبر موسم عام 1993 من أفضل مواسم عبد الرحمن على الإطلاق، حيث حقق الفوز مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد في مرمى أفريكا سبور الإيفواري بمباراة الإياب على استاد القاهرة من ركلة جزاء. لعب عادل عبد الرحمن في صفوف القلعة الحمراء 7 مواسم، بداية من موسم عام 1988 وحتى موسم 1995. وعادل عبد الرحمن، وجول 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 وجول. بعد اعتزاله اللعب بدأ مرحلة جديدة مع التدريب في قطاعات الناشئين والشباب، وصولا للتدريب في الدوري الممتاز، حيث عمل في النادي الأهلي لمدة 10 أعوام متتالية، تدرج خلالها في تدريب فرق قطاعات الناشئين حتى وصل لتدريب فريق 18 عاما، وأحرز معه العديد من البطولات، منها 6 ألقاب دوري وبطولتان دوليتان بمشاركة أندية أوروبية. وعقب مرحلة ثرية في الأهلي، تولى عبد الرحمن منصب المشرف العام على براعم الناشئين في نادي إمبي عام 2008، وعلى مدار 5 سنوات استطاع تحقيق طفرة كبيرة مع ناشئي الفريق البترولي، واستطاع الحصول على جميع بطولات مرحلة الناشئين في ذلك الوقت. ثم انتقل للعمل في الدوري السعودي، وقام بتدريب أندية الشباب والنصر والباطن والوحدة واتحاد جدة، وحقق معها عددا من البطولات، منها 3 ألقاب للدوري مع فريق النصر تحت 18 سنة، ولقباء الدوري والكأس مع الشباب تحت 20 سنة. وفي مايو 2015 توج مع فريق الشباب السعودي الأولمبي بلقب كأس الأمير فيصل بن فهد، ثم تولى تدريب فريق سموحة في الدوري الممتاز في فبراير 2019. القدير عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق الذي سطر تاريخا لا ينسى. رجعنا مع حضراتكم والكابتن عادل عبد الرحمن. خلينا ابدا معاك عادل من مباراه الاهلي امبارح،
وانت شايف الدوري ازاي؟ يمكن بعد فوز الاهلي امبارح والنهارده يمكن هزيمه الزمالك فارق النقاط وصل ل 20 نقطه، شايف الدوري ازاي في الفتره اللي جايه؟ شوف انا كابتن هاني، كان في يمكن من بدايه الدوري وانا قلت الكلام ده، يعني توقعت. الدوري اتوقع مش توقع قد ما انا درست الامر، يعني توقعت فرق النقاط كمان وان النادي الاهلي هيحسم الدوري بدري جدا، وانا قلت الكلام ده يمكن من تاني اسبوع في الدوري، انا مش بنجم من ولا تاني اسبوع، من تاني اسبوع انا بتكلم على معطيات الفرقتين وتاريخ النادي الاهلي. لما السنه اللي فاتت النادي الاهلي خد الدوري ولكن الاداء ما كانش قوي قوي، انا عارف ان السنه اللي بعديها النادي الاهلي هيتسيد الامر، وفعلا تسيد الامر. بالنسبه للمباراه بتاعه امبارح النادي الاهلي، كانت مباراه انا من وجهه نظري حلاوتها انك انت مطرود منك واحد والكفاح لاخر ثانيه، وكمان انك انت تكسب وتاخد الثلاث نقاط في ظروف صعبه جدا. الفرقه كانت مضغوطه ضغط كبير بعد مباراه الزمالك، ولكن الاداء بتاع اللاعبين كان جيد جدا، برغم اني يعني في الشوط الثاني افضل من الشوط الاول. انا مش في اوقات يا هاني، وانت عارف الموضوع ده طبعا، انت راجل مدرب كبير وعارف انه احيانا انت محتاج انك انت ترجع ثقه لاعب او ثقه لعيبه او ثقه تكتيك وترجع الروح وعوده الروح دي مهمه، وده اللي حصل بتسجيل مروان محسن الهدف امبارح. وحضرتك كنت مهاجم وفيك انك تحس بمروان اكتر حد، يعني تقول ايه عن عوده الروح دي بتسجيل هدف لهذا لتسجيل مروان للهدف ده؟ يعني انا عايز اقول لك ان روح النادي الاهلي على مدار التاريخ ما بتروحش، ولكن ممكن تغيب ثواني. يعني الظروف ممكن تخلي الناس هي اللي تتخيل ان الروح راحت، ولكن الموضوع امبارح لما كنت بتكلم في ان النادي الاهلي كسب في اخر دقايق وبيلعب 10 و10 ارهاق كبير جدا في وقت انت خارج من مباراه قويه، ده حقيقي. فنيا وبدنيا يعني انت بتتكلم انك انت كان في عبء بدني كبير قوي على لعيبه النادي الاهلي في المباراه. انا مش هقول ان النادي الاهلي كان هايل في اللعبه، لازم نبقى منصفين، ولكن هايل في انه يستثمر ازاي ان هو يقفل بعد ما اطرد منه واحد، وازاي ان هو يجاهد. الحاجه الحلوه اللي ساعدتني زي ما سام قالت مروان محسن، يعني تحس ان الجون كافئ، او يعني مروان محسن كان يستاهل انه الجون ده يجي. ليه حضرتك بتقول كده؟ لانه الضغط كتير قوي، يعني انا كتير قوي من الناس اللي انا ممكن ان اتكلم على لاعب بسلبيه شويه، ولكن انتقاد مش بالطريقه دي. ما انتقاد يا عادل في صوره مقبوله، دايما بنتكلم لما انت من حقك، انت كنت بتلعب راس حربه وبتلعب تحت راس الحربه، من حقك تتكلم، من حقك تنقد، جماهير النادي الاهلي من حقها، لكن في اطار ان ده لاعب كره، في اطار فني انتقد زي ما انت عايز، لكن انت شفت الصوره خرجت خالص عن الاطار المسموح بالنقد فيه. يعني ما تتريقش عليا، ما تعملش كوميك عليا، لكن الولد كمان امبارح خلينا نتكلم بكل امانه ان رد فعله بعد المباراه كان ممتاز، احترامه للجميع، هو بيتقبل كل حاجه، بيزعل شويه لكن مركز على نفسه. بس انا عايز اسالك، مريت انت قبل كده بموقف زي ده؟ يعني انت راس حربه، مريت بمواقف زي ديت قبل كده في مشوارك؟ اكيد طبعا، مفيش راس حربه ما مرش بالموقف ده، يمكن انا مريت بيه، واقول لك ناس كتير كمان مروا بيه. عماد متعب مثلا، على سبيل المثال، عماد متعب راح كاس الامم 2008 مع الكابتن حسن شحاته، وكان بيعدي بظروف ان هو ما جابش جوال لمده 20 مباراه او 18 مباراه، حاجه من هذا القبيل. وعماد متعب رجع، حسام حسن كمان قبل بوركينا فاسو، انا فاكر انه ما كانش بيجيب جون خالص، وراح وفتحت معاه وجاب جوال. لكن مروان محسن اللي انا عايز اقول انه يجب كمان انه اللاعب يكون عنده جلد شويه، بمعنى انه ما تجلدش نفسك، خليك انت اقفل على نفسك. بس انتوا يا كابتن كنتوا في ظروف غير اللي النهارده بيتعرضوا له اي لاعب، اي لاعب بيتعرض النهارده للاقوى، انتوا ما كانش عندكم. علشان كده بقول لك اقفلي، يعني في اعداد نفسي للاعب، واحنا دايما بنتكلم فيه في الناحيه التدريبيه، انك انت لما تيجي تلاقي نقد عليك اقفل. اقفل كله، ما تركزش الا في لعبك، وما تروحش لاي سوشيال ميديا، خلاص انت بعيده عنك خالص علشان ترجع بسرعه. ولو انت استسلمت لها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان كلام، والناس، وفي ناس كتير قوي بتتكلم كلام، يعني عاوز اقول لك ان هم مش حاسبينه، يعني
يعني هو بيتكلم بينقد. يعني انا مثلا جمهور النادي الاهلي بعد مباراه الزمالك انا ما زعلتش منه، ولازم الناس تتفاهم ان جمهور النادي الاهلي من حقه انه يعمل اي حاجه. الجمهور المحب للنادي الاهلي دايما بيعمل ايه؟ دايما بيسند النادي لكن في ناس بتبقى متحمسه قوي برضه لازم مقبول ده كل ده مقبول كل ده مقبول العذر لازم نلتزم ليه؟ لانه النادي الاهلي يعني المفترض ان هو طول الوقت بيفرح جمهوره صح. وطول الوقت جمهور النادي الاهلي متدلع بلغه الكوره متدلع الاهلي مدلع جمهوره كلاعيبه لانك انت كل شويه تكسب. ايوه احنا انا طلعت قلت كده تاني يوم المباراه مباراه القمه قلنا احنا زعلنا عشان انتوا معودنا على المكسب، انتوا ما عودتوناش قبل كده ان احنا يكون في اي خساره حتى لو كان في خسائر، فده بيكون بشكل قليل جدا. وده قوه النادي الاهلي يعني انا بعد مباراه الزمالك لو قعدت مع نفسك كده شويه وتفكر ايه اللي بيحصل بعد مباراه الزمالك والنادي الاهلي يخسر وتلاقي الهجمه الشرسه عليه دي قوي والناس اللي عماله تتكلم دي طبيعي انت تفرح بيها ليه؟ لانك انت قوي، ما هو انت بتكسب والناس كلها يعني حاسه ان انت خسارتك بتبقى حاجه مش طبيعيه، فده نجاح ليك ده حقيقي مظبوط. حلاوه النادي الاهلي في حاجه تانية وده الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني في مصر، لما بتكسب المباراه اللي بعديها بتكسب ولما بتخسر المباراه اللي بعديها لازم تكسب، ما بتخليش نشوه الفرح اللي هي اللي انا عايز اقول لك عليها ايه. انت عارف المحدثين لما بتيجي انت في وقت من الاوقات تعمل حاجه كويسه قوي فانت بتعمل ايه بعديها؟ انت لو قوي بتكسب وبتشتغل، لكن النادي الاهلي معودك على كده، النادي الاهلي معودك طول الوقت يعني انا ما بخافش على النادي الاهلي انه يكسب وان الماتش اللي بعديه فانت هتحس انه الان لا تقول النادي الاهلي هيكسب تاني. لا وعمر ما النادي الاهلي كمان يا كابتن هاني ما كسب مباراه من المباريات اللي هي قويه الكبيره وتلاقيه تاني مباراه مثلا يخسر. طبيعي لا النادي الاهلي بيعمل ايه؟ النادي الاهلي بينسى المباراه، فهي دي اللي حسستني بقوتنا، انا حاسس بقوتنا طول الوقت، ولكن في نفس الوقت اللي هو شفتنا الهجمه الشرسه عليك وانك انت الناس كلها عماله تقطع والناس كلها فرحانه فيك، طب ما ده طبيعي جدا لانك انت قوي وانت بطل. انا مش بتكلم كده عشان انا هنا في ولا ابن النادي، بس انا بتكلم على حقائق وارقام. لما تيجي تتكلم على رقم يعني مثلا في وقت كبير قوي لو اتكلمت، انا ما بحبش اتكلم على اي نادي اخر، ولكن انت بتتكلم على منافسات انديه، لما تيجي تتكلم على مده طويله قوي او تلعب مثلا حوالي 30 مباراه ما بيني وما بينك، احنا الاثنين اثنين مدربين بنلعب حوالي 20 مباراة، لما أنا أكسبك 16 وأنت تكسبني 2 أو تتعادل معايا 2 أو تكسبني 2 هتكسبني 4 إيه المشكلة؟ يعني اكسبني 5 اكسبني 6. عشان كده دايما أنا بقول إيه؟ إحنا فرحتنا بنادينا في حاجة واحدة بس، إنه دايما معودنا على إن أنت تبقى الأول في كل حاجة صح. حتى في الخسارة ترجع بسرعة والبطل يقف بسرعة. ما هي دي اللي اتكلمت عليها امبارح كمان يا عادل، ويمكن برضه سامع عشان تخش معانا في الحوار ده، ما بيجيش يعني ده متربيين عليه في النادي واحنا صغيرين، وكل اللعيبه اللي جت قالت نفس الكلام، احنا من واحنا صغيرين بنتضايق جدا احنا لما كنا بنتعادل او بنتغلب بيبقى يوم صعب جدا، والاهم كمان رغم اختلاف الظروف واختلاف الدنيا لكن عوده النادي الاهلي بعد الهزيمه سريعة. بتبقى يعني الناس بتحس لا يعني انا كنت قلقان بعد الشوط الاولاني امبارح قلت لا لسه الاداء مش هو وبدات اقلق، لكن كان عندي دايما امل لا احنا ممكن نرجع ورجعنا الحمد لله بسرعه يعني. لا ونفس الوقت كمان انت بتبقى صريح مع نفسك طبعا حتى في الداخل اللي هو العلاج الطيب او العلاج السريع انك تعرف الاخطاء تواجه نفسك بالاخطاء وتواجه نفسك بالزبط. فانت بتحط ايدك على الخطا في البدايه وبعدين بتعالجه بسرعه. في ناس او في فرق وفي العالم مش في مصر بس لما بتيجي تكسب المكسب بيغطي على اخطائه مظبوط. انت حتى وانت بتكسب يا كابتن وانت عشت معانا وانت لعيب كبير ودايما احنا كنا بنطلع مباريات كسبانين فيها وزعلانين مننا بيتكلموا معانا مش حلو، يعني انا اديك
بس الجهاز الفني يعني كان بيطلع ينتقدكم يعني حتى بعد ما تكسبوا او تطلعوا ده مارا جوزيه زعق في فرقه النادي الاهلي طالعين كسبانين 4-0 وعمل لهم خصومات و... لا والله طبعا لا هديك واحده جامده كمان عشان كان الاداء مش كويس او قادرين يكسبوا ودلعوا شويه يمكن انت كنت في المانيا سنه كام قول لي انا 93 كنت بره هو الفوز بتاعنا في مباراه الفاصله ما بيننا وما بين الاسماعيلي 4-3 في اسكندريه لا ما كنتش موجود احنا خرجنا خدنا الدوري احنا بنلعب وكسبنا وخدنا الدوري وفوجئنا ان الكابتن طارق سليم بعد المباراه بيخصم مننا فلوس واحنا ابطال دوري خصم مننا في الرخص 5000 جنيه من كل لاعب علشان اتهاوننا كنا كسبانين 4 والاسماعيلي جاب جول والتاني والتالت واحنا خلاص كسبنا دوري وانا فاكر اليوم ده كويس قوي رحمه الله عليه فاروق الفيشاوي راجل اهلاوي والله يرحمه اهلاوي قوي كان معانا في كان موجود في الماتش كان موجود في لا ودخل لنا اوضه اللبس بعد المباراه وبيبارك لنا فالكابتن طارق سليم قال له انت بتبارك لهم على ايه؟ قال له احنا خدنا دوري انتوا خدتوا دوري قال له لا الدوري كان يكمل لما تكسب 4-0 مش لما يدخل فيك 3 اجوان التخاذل اللي حصل في اخر ربع ساعه ادى ان بدل ما ناخد مكافاه مباراه لا احنا اتخصم مننا مكافاه مباراه عشان انت عشان كمان خصم عشان كده لحد دلوقتي انت رقم واحد ما هو البطل لازم طول الوقت يعيش بالاحترافيه دي صحيح لما اجي ابقى محترف ما ينفعش في اوقات ابقى محترف واوقات تانية ابقى هاوي فالاحتراف دائما حتى يستمر حتى احنا بنتكلم في قضايا دلوقتي في النادي الاهلي انا حاسس يعني احساسي ودي غلطه من في ناس كبار شويه لعيبه قدام في النادي لما بتيجي تنتقد النادي ما تنتقدوش الا في اوضه مغلقه طول عمرنا احنا خدنا على دي وطول عمرنا بنقول دي تقفلوا على نفسكم لا حتى لو في مشكله قاعد يتكلم في مشكله بتحصل او في حاجه مش عاجبانا عمرنا ما هنطلع في الاعلام والله ده مش عاجبنا كذا ايوه طبعا بتقفل على نفسك دي الميزه دي كان ميزتنا وده يعني وده لغايه دلوقتي يمكن في حاجات بتخرج بس كل قاعده شواذ يعني انت دايما الموضوع بيبقى مش حقيقة. طول الوقت مش كلهم مش كلهم فاحنا بنتكلم ان النظام ما زال موجود ان الغالبيه بتمشي على هذا النظام واللي بيخرج على النظام اولا متشاف من جماهير النادي الاهلي ايوه نمره 2 معروف يعني معروف الهدف من خروجه ايه تمام ونمره 3 ان ما بيأثرش في الكيان يعني خالص خالص, خالص يعني خالص. نتكلم في 3 نقط مهمين جدا واحنا كمان في يعني عاوز اقول لك ايه ابناء النادي اللي قاعدين هنا واللي قاعدين في كل حته واللي ماسكين في اي حاجه او اي منصب اتعملوا من النادي الاهلي ربنا طبعاً ثم النادي الاهلي النادي الاهلي ممكن يقعدك هنا يا كابتن هاني ويقعدني هنا قدامك فلازم طول الوقت تقف جنب الكيان اللي عمل لك حاجه كويسه في حياتك فانت لو حتى معترض على حاجه فتعترض فين بيني وبينك المشكله للاسف بعض الناس بتنسى يعني هو برضو في فترات كده بحس ان في لعيبه مش عايز اقول اسماء طبعاً, طبعا لكن بداوا ينسوا والموضوع النسيان ده مهم او يعني بيتناسوا الله اعلم بس يعني هي او عاوز اقول لك حاجه يعني انا دايما ضد المؤامره والحاجات دي لكن انت لازم تعرف انك انت دلوقتي في ظروف صعبه للغايه انت في تكاتل غير عادي خارج الملعب ما اتكلمش احنا كافلين بالملعب الملعب ما عندناش مشكله احنا في الملعب كافلين كافلين وما عندناش كمان مشكله بره الملعب عشان تكون عارف انا عارف ما عندناش لا بس في شراسه انا شايف بقالنا يعني سنتين ثلاثه في شراسة قوية قوي علينا يعني وصلت لحد شراسة في حاجات كتير قوي يعني انت بتشتغل جوه وبتشتغل بره وبتعاني انت بتعاني فعلا لانك في ظروف صعبة وانا ده احساسي عشان كده بقول لو تكاتلنا كلنا حتى اللي في اوقات انت بتبقى جوه النادي اوقات بتبقى بره النادي وحتى لو انت بره النادي خالص ما انا هو بره النادي بس انا طول عمري لازم اقف جنب ناديه ليه لان لو الكيان اتاثر هو مش بيتاثر الحمد لله لو كيان قوي وصلب جدا وما فيش حد يقدر يهزه صعب تاثر عليه ولكن صعب. خلي بالك برضو يا سهام الـ 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 الايام دي الظروف بتاعه الحياه في العالم كله في كره القدم اتغيرت شويه بحته الماده فبيجي وقت عليكي انت لازم تقوي نفسك من الداخل
ولو قويت من الداخل محدش هيقدر يهوب ناحيتك، وده رسالة دايما لكل أبناء النادي الأهلي. يعني أنا في فترة كده اللي فاتت دي أنا شفت مثلا، يعني أنا دايما أنا عندي الجراءة أن أنا أقول أي انتقادات بتحصل، يعني شفت هجمة شرسة على خالد بيبي لما مسك قطاع الناشئين، في هجمة شرسة. يعني ليه؟ هو الراجل لسه ما عملش حاجة، يعني لسه بيبدأ خالد، يعني لسه بيبدأ وعمل حاجة مميزة، إن هو وأنا اتكلمت فيها، لأن أنا اشتغلت في القطاع 9 سنين طبعاً الكلام كنا بنعمل الكلام ده، وأنت جيت يا كابتن هاني وقعدت فترة وشفت كنا بنعمل الكلام ده، تقييمنا للأحوال وللناس. مدير القطاع ما بيقيمش، مدير القطاع بيعمل لجان، واللجان هي اللي بتقيم، لجان فنية لجان المدربين في تقارير مدربين، لا ما بترجعلوش. هو يعني على سبيل المثال، مثلا لما بنيجي اديكي بس حاجة علشان الهجمة الشرسة اللي على خالد بيبي، اديكي مثلا كيفية ان احنا بنمشي لاعب مثلا، بنجيب لجنة، وانا اتكلمت مع خالد بيبي ولقيته عامل نفس الموقف، بيجيب لجنة متكونة من 4 مدربين من القطاع، وبيبقى الراجل اللي ماسك الفريق نفسه مدرب الفريق، مدرب الفريق بيبقى هو الهد فيها، وهو تصويت وبيصوتوا المدربين. مدير القطاع ملوش دعوه خالص، خالد بيبي بره الموضوع، ما يتكلمش كده. اصل خالد كمان دوره اداري اكتر إداري. منه فني، يعني في 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 جزء اداري وجزء فني، هو الراجل خالد بيتهاجم لحد دلوقتي، يعني انا بتكلم خلينا نخرج بقى، ما طبيعي يعني انا بتكلم، بس انت انا عارف انت بتتكلم على مين وبتتكلم على موقف ايه، فده اللي بنتكلم دايما، يعني نخلي الموضوع ان جنرال، خليه بس بصفه عامه، مش عايزين لا انا مش بحدده، لا انا فاهم، بس احنا متاكدين ان في حاجات، وزي ما بقول لك انت ممكن وانت ماشي في السكه في حاجات بتخرج، يعني نماذج بتطلع يعني لظروف ما ممكن يخرج بره الصف شويه، لكن انا متاكد ان لما الناس دي بتهدى ولما الامور بتهدى شويه اكيد بيرجع له الصف تاني. وكان عندنا امثال كتير قوي عادل، ياما لعيبه كتيره خرجت من النادي الاهلي وبعديها بسنين يتمنوا بس ان هم يخشوا النادي الاهلي، فدوت زي ما بقول لك احنا يعني الحمد لله الكيان مش هيتأثر، زي ما انت قلت مهم جدا، في حملة شرسة بس عمر الكيان ما هيتأثر. الجزء الثاني المهم ان كمان احنا عايزين الافضل دايما للنادي الاهلي، وغضب جماهير الاهلي بيبقى مقبول ولازم تتقبله. يعني بص، جمهور النادي الاهلي رقم واحد في طبيعي. المنظومة طبيعي. في المنظومة كلها انت عايش عشان تبسطه، ده رقم واحد، وانك انت هو وده كمان. اللي قاله الشناوي امبارح لما تسأل بعد الماتش، احنا هدفنا ان احنا نسعد الجمهور ده، ما هو جمهور النادي الاهلي. وعلى فكره عايز اتكلم عليه عشان ما نبخسش حقه برضو، يعني الشناوي امبارح، لا محمد الشناوي، لا محمد الشناوي ده من حراس المرمى اللي انا يعني ليا الحظ ان انا اللي جبته النادي والله، وهو عارف محمد الشناوي، وهو قالها يعني محمد الشناوي كان في المواليد اللي انا ماسكها اللي كانت 88، وانا اللي كنت ماسك الفرقه واشتريناه من الحمول ساعتها، وانا كنت المدير الفني وجبت وصممت ان انا اجيبه، لانه حارس مرمى كان متميز حتى وهو صغير، يعني محمد الشناوي أيوة. يمكن عدى بظروف وخرج بره، يمكن خروجه بره قواه اكتر وخلاه راجع افضل حارس في مصر دلوقتي، هو حارس مصر بقاله 6 سنين الحارس الاول لمصر يعني. فمحمد الشناوي حتى كمان اكتسب الخبرات بتاعه الكباتن الفرقه أيوة. يعني حتى كلامه انا بحس بيه كويس يعني بس هي المشكله اللي ورا خالص. لا انت بتتكلم كقائد جوه الملعب. يعني انا يعني 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 اتمنى انه يبقى بفكر اللعيبه كلها، تبقى بفكر محمد الشناوي هدوءه في الوقت الحالي، وروح احمد فتحي ده حقيقة. احمد فتحي روحه عاليه قوي، ولعيب من اللعيبه اللي انا عايز اقول لك عليها طول الوقت ضمنه ان هو روحه عالية قوي، وأدى أداء مميز امبارح في المباراة وكان جيد وروحه عالية، وأنا سعدت جدا بصورة شفتها وحضن الشناوي. هي دي هو ده نتكلم فوق الوقت. لا هو ده النادي الأهلي يعني اللي هو طول الوقت أنت حاسس إنه المباراة دي آخر حاجة عندك يعني، وده الإحساس اللي إحنا بنحسه إن المباراة وان واي، خلاص أنت لازم تروح للمكسب، وكنا بنعلم الولاد على كده، وحتى احنا اتعلمنا كده، وهي رساله بتتوصل من واحد لواحد. ممكن يكون في شويه خروج عن الروح دي، لكن بترجع بسرعه. احنا عندنا المنظومه
بترضى للحاجات اللي ما بتبقاش. وانا متاكد حتى الشخصيات اللي بتخرج بتخرج لفتره وبعدين بتعيد حساباتها تاني ومن خلال الاحداث ومن خلال حاجات كتير جدا بتحصل عايزه ترجع تاني. بيبقى طبعا بيبقى هو بيحس بخطئه وبيحس ان هو لا بيحس ان هو اقليه يعني في الامر يعني يعني احيانا في اماكن لما تلاقي فيها العدد الاكبر ما عندهمش المنظومه دي وما عندهمش النظام او ما عندهمش الروح دي، العدد الاكبر ما بيبقاش عندهم ما عندهمش الروح، فبتلاقي الرجوع صعب. الرجوع الناس اللي هي ترد الامر، لكن لما العدد الاكبر يبقى عندها الروح ممكن واحد واثنين وثلاثه يردوا ويردوا بسرعه قوي. وده لازم الناس تعرفه يعني انه دائما اللاعب اللي بيخرج سنة عن يعني النص بيرجع وبيرجع لحاجتين. بيرجع لأنه بيلاقي مقاومة من لعيبة قبليها وبيلاقي حزم من الإدارة. ودايما الإدارة النادي أكبر من اللاعب، لأنه إحنا لو اتكلمنا على أي لاعب عمل للنادي الأهلي مش هنلاقي واحد عمل حاجة للنادي الأهلي. النادي الأهلي اللي عمله اللي أضاف له دي حقيقة يعني يعني حتى كمان احنا بنتكلم ان النادي الاهلي عمره ما وقف على لاعب. لو وقف على لاعب النادي الاهلي كان وقف لما كابتن محمود الخطيب بطل كوره، لانه افضل من لعيبه عندنا في النادي دي حقيقه يعني. او كابتن صالح سليم بطل كوره، او ابو تريكه، او طاهر ابو زيد، او يعني اللعيبه النجوم الكبار طبعا النجوم الكبار دي. فبتخلص الموضوع وبتيجي اللي وراك واللي بيجي اللي وراك واللي بيجي اللي وراك، لانك لو النتائج اللي الأهل عملها طول عمره النتائج دي كلها ناتج عن إيه؟ عن أجيال متعاقبة. لا، لأن لو شفت أنت أن النادي الأهلي عمل في أجيال بس حاجة كويسة وبعدين قعد فترة طويلة ما بيعملش حاجة، تعرفي أن الموضوع إحنا أكتر فترة يمكن في النادي الأهلي كان سنتين ثلاثة، كان في فترة كده اللي هو طبيعي أن أي نادي في العالم بيمر بسنتين ثلاثة بس، بس بتاخد أكيد بتاخد بطولة بس يعني فترات عرضة يعني فعرضة جدا عرضة يعني. فخلينا بقى نروح لك أنت شوية نتكلم بقى عليك شوية ونعرف الناس عايزة تعرف بداياتك، بدأت الكرة إزاي ومرورا لغاية ما جريد في هل عم عبدو البقال لا 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 كنا صغيرين احنا ولا نادي النيل ولا لا 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 عشان احنا على الموضوع ده يمكن البدايه بتاعتي يمكن انا جيت وكان هاني موجود في الفرقه. اول حاجه لعبتها انا دايما زي اي لعيب بيلعب في الشارع عند بيته وكده، كنت بلعب كره شراب وكنت من انا الصغيره بلعب كره شراب. وانا رحت نادي اسمه قومي، انا ما رحتش عشان العب، انا رحت بس كنت رايح العب مباراه شراب في النادي ده. نطيت فوق السور يعني وعايز تخش؟ لا هو ما كانش عنده سور بصراحه يعني كان معايا احمد رزق على والله فكره. احمد كان معاك؟ احمد رزق كان في النادي. انا رحت لعبت عندهم ماتشين بس، ماتش المقاولين العرب اول ماتش ليا واتغلبنا 3-1 وانا جبت الجون الاول، وتاني ماتش لعبته قدام الاهلي واتغلبنا 10-1. ده كان حضرتك في سن كام سنه؟ كنا تحت ال انا كنت بلعب الماتش ده. كنت بتلعب انت وعمر عبد الجليل. لا عبد الجليل كان جه بعدينا بقى. عبد الجليل كان جه بعدينا، كان غطس التخطيصه بتاعته دي وبعدين رجع تاني. عبد الجليل جميل. ف واتغلبنا 10-1. المقاولين كان عايزني والنادي الاهلي كان عايزني، فانا طبعا طول عمري اهلاوي وبحب الاهلي، ففضلت ان انا اجي النادي وكنت جايب رقم عالمي يعني يعني اربع كور باين ممكن ممكن يهد الدنيا. كنت جايب 1000 جنيه وطقم كور وطقم تيشرتات او فانيلات للعيبه اللي هي النادي اللي انا فيه، وده كان رقم عالمي يعني. خلي بالك يا سام ما تستغربيش يعني كان يعني كان كام دلوقتي مثلا؟ لا اسيبك من كام يعني كام يعني كام يعني لا انت بت... لا 1000 جنيه بيقول 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه وحوالي يجي 25 كره غزو النادي. النادي كان فيه كورتين بس بقى عنده مثلا ممكن يشتغل بيهم 10 سنين. وبعدين انت بتتكلم بقى في ايه؟ في طقم فانيلات كمان ده وكمان طقم فانيلات النادي الاهلي. ظبطت النادي رغم اتظبط النادي. ما هو ساعتها النادي اكتر حاجه كان بيكسبها 2 جنيه، فلما يجي له 1000 جنيه ده رقم عالمي. فرحت بقى النادي الاهلي وجيت اول مباراه كنا بنلعب الشمس وكان الكابتن مفتي لو فاكر. طبعا وكسبنا 3-1. وانا اول مباراه رحتها رحت يوم الاربع، اتأيدت يوم الخميس، لعبت يوم الجمعه كنت احتياطي ونزلت جبت جون. ساعتها كان ساعتها الكابتن مفتي يا رب يديله الصحه يعني
علمنا حاجات كتير قوي كان في البدايه. وبعدين جه بقى الاستاذ الكبير اللي انا بعتبره المدرب العظيم الكابتن انور سلامه، اللي هو بيعرف ازاي يطلع اللعيبه للفريق الاول. ده مثل اعلى بالنسبه لكابتن هاني. طبعا طبعا. لا هو الفرقه بتاعتنا هو اللي ربانا الكابتن انور على يعني. فكره سام كانوا مشهور جدا تمشي يعني في النادي يقول لك فرقه كابتن انور، فرقه كنا 18 17 يعني 17 سنه وفضلنا من 17 حتى الكابتن لغايه 19 سنه لحد ما راح الفريق الاول. هو لغايه الكابتن انور راح الفريق الاول. فذكريات القطاع الناشئين دي طبعا كتيره جدا. بس عايز اسال حضرتك حاجه، كابتن عادل عبد الرحمن ده جوكر يعني يعتبر، ولعبت في اكتر من مركز من اول يوم وانت بتلعب كوره، بتلعب راس حربه ولا كنت بتلعب حاجات ثانيه واستقروا عليك راس من اول يوم؟ كنت راس حربه مع فرقه الكابتن انور و ماشي قبل كده. لا كنت انا اول حاجه لعبتها راس حربه، اول ما جيت اغير مكاني لعبت قليل يعني انا في البدايات مثلا لما كنت راس حربه كنا طالعين في فرقه قويه جدا يعني. احنا عشان كده انا بقول الايام دي اللعيبه محظوظه. الاجيال القديمه كانت لعيبه قويه جدا، حتى الدوري المصري خلي بالك يعني احنا لما بنيجي نتكلم على الدوري ايامنا كان اصعب يعني. اصعب كتير. كان انا أصعب. لما تروح تلعب الاسماعيلي عندهم 14 15 لعيب جامدين قوي. كان اصعب طبعا. المحله عندهم 10 12 لعيب جامدين قوي. المصري فما كانش الموضوع سهل يعني. في فروقات كبيره دلوقتي ما بين الانديه، ولكن لما جينا بقى نبدا الكابتن انور سلامه يعني لازم نديله حقه. الكابتن انور عنده فن ادخال اللعب للفريق الاول، وده فن مش اي حد بيعمله. صح. في مدربين في مدربين بيحرقوا اللعيبه بالظبط. امتى يدخل الكابتن انور؟ يمكن هحكي لك. يمكن هاني كان الكابتن انور اول ما مسك هاني بدا فتره الاعداد، وانا رحت معاهم فتره الاعداد في يوغوسلافيا، بس هاني كان بدا يلعب على طول اول ما الكابتن انور لعب على طول. كان معاه جيف باتلر اللي هو المدرب الانجليزي. لما جه انا وعبد الجليل يدينا الكابتن انور، ادانا انا ماتش الاولمبي وانا فاكر ماتش الاولمبي 1-0 ولا 2-0 هناك. لما الشوط الاولاني جبنا 2-0 ونزلني الشوط الثاني في الدقيقه 20، وحتى انا فاكر جاب علاء ميهوب وقال له لعبه علشان يبين لي كويس. لعبه بمعنى يعني كابتن علاء في نص الملعب يشغله يشغلني كوره يشغلني علشان ابان بمنظر كل دور يعني تتشاف منه يعني عشان ده اول مباراه الجمهور هيشوفني. فلعبت مباراه كويسه قوي يعني، لعبت حوالي 25 30 دقيقه كويسين جدا. لقيت المباراه اللي بعديها انا بره الفرقه، وجاب عبد الجليل وحطه نفس الكلام ونزل عبد الجليل برضه في الفرقه. وبعدين المباراه اللي بعديها بقى انا وعبد الجليل كنا فاهمين خلاص ان احنا ايه بقى، انا اقوياء قوي وهنتحط في الفرقه. المباراه اللي بعديها رحنا، فاكر لما كانوا بيحطوا لنا الاسماء بعد التدريب اللي هيروح المعسكر ما حطوش اسامي ولا انا ولا عبد الجليل. بس الكابتن انور مسكنا قال لنا انا عايزكم تروحوا تقعدوا في المدرج في الاستاد في تحت المقصوره. قال لنا روحوا اقعدوا وتقولوا لي بعد المباراه لما تيجوا تقولوا لي ايه اللي حصل. قلنا له في الملعب. قال في الملعب وبره الملعب. المهم ان احنا رحنا، وانا فاكر ان كابتن انور نازل، فالناس احنا قاعدين جنبهم فالناس بيقولوا له يا كابتن انور وليه قال لنا تقعدوا في الدرجه الاولى؟ لان الدرجه الاولى جمهور ثالثه ده اللي بيتابعك وعارفك وعارف ان احنا ناشئين وعارف ان احنا لعبنا بيجي يتفرجوا علينا وحافظنا وبيجي يتفرجوا علينا. لكن الجمهور اللي هو بتاع الاولى يعني جمهور بيتابع المباريات فقط. فكان وهو نازل الكابتن انور قال له يا كابتن انور فين الولدين الصغيرين؟ انتوا بعتوهم ليه؟ فقال لهم لا لسه شويه يعني. فالمهم لما قعدوا يسالوا علينا واحنا قاعدين جنبهم هم مش عارفينكم ومش عارفيننا. ده في واحد قال له العيال دي لعيبه كويسه ازاي يطلعوا بره الفرقه واحنا اللي قاعدين وبيكلمونا احنا على اني على اني ازاي يعني احنا جمهور بقى وازاي ان هو. فلما جينا قلنا للكابتن انور قال انا بعمل لكم رصيد عند الناس علشان لما انزل اخفق في اي مباراه الناس تقف جنبي، زي مثلا مروان محسن مثلا لو رجعنا له في الامر ده. انت شايف ان مروان مثلا وقفت معاه مباراه ولا اتنين، وهو هي الامر ما وقفتش معاه يعني، ده العادي
كرة القدم دلوقتي الناس اللي جاية من ورا والناس اللي هدافين كتير في العالم بيطلعوا جايبينه 12 جون و11 جون و10 جون. بص عادي هو طبعا واتكلمت يمكن انا اتكلمت في النقطة دي ان الدفع بولد ناشئ للفريق الاول دي عايزة توقيت معين المدير الفني شايف ده التوقيت مناسب ولا لا، يعني ما يكونش مباراة معظم أيوة. اللعيبه مش في مستواها أيوة. ونزله تمام. ما يكونش في مباراه ممكن تكون بالنسبه له فيها خضه مباراه جماهيريه كبيره جدا وبنلعب على بطوله الدوري وابدا اجازف يعني في حاجات معينه لازم يخش في توقيت يبقى ينزل حتى واللعيبه اللي حواليه مرتاحين كويسين كمان علشان كده يساعدوه. كابتن انور يا هاني لو فاكر 14 لاعب اول سنه ايدنا في الفريق الاول قعدنا ننزل كان ياسر محمدين وكان احمد حموده وكان عصام ربيع وحمد يونس وعاطف عبد الهادي جه فتره وبعدين مشي ولعيبه كتير يعني واحمد حسين ومحمد عبد العظيم يعني دي كلها فرقتنا دي كلها فرقتنا بس يعني وكان في اشرف اصيل ولعيبه كتير قوي وايمن بسيوني طلع فتره كحارس مرمى فانت كنا عددنا 13 او 14 اتايد مننا في السنه الاولانيه حوالي 9 مشي بقى يمشي حد ما فضلنا احنا الاربعه انا وعبد الجليل وعمرو وبعدين انت مشيت بقينا احنا الثلاثه وبقى احمد حسين محمد عبد العظيم بالظبط لعب شويه هو ياسر محمدين لكن محمد عبد العظيم راح احترف بره في المانيا وفكتن انور طلعنا بقى الفتره دي وبدانا نلعب ودخلت النادي الاهلي وحققت 19 بطوله طبعا 19 بطوله مع النادي الاهلي بس 19 بطوله مع النادي الاهلي لانه اي لعيب ما هو دي بقى يعني دي اللي الناس لازم تعرفها اي لعيب ممكن يجي 3 سنين في النادي الاهلي ياخد 10 بطولات 6 7 بطولات ما هو ليه علشان انت دايما بتلعب على الاول و34 جون جبت 34 يعني جبتهم في مع الاهلي كلهم بس معظمهم الاكثر كانت في غايه سنه 91 لاني كنت بلعب ساعتها راس حربه حتى كنت هداف كاس الاتحاد اللي اتعمل بدل الدوري بدل الدوري وبعدين رحت المنتخب ساعتها لكن الفتره اللي بعديها بقى بدات العب ديفندر نزلت لعبت ديفندر في وقت من الاوقات لعبت ولعبت فاينل وده كان ليه قصه بتاعه ماتش افريكا سبور كنت اول مره في حياتي العب ديفندر لعبته في ساحل العاج قدام وكان في موقف غريب جدا من هاريس انا سمعت ان ده كانت اغلى بطوله عليك صح اغلى بطوله على يعني قلبك دي لا تحكيها دلوقتي اكيد لا بس هو ايه الحلاوه في الامر ايه انه قصة ان انا العب ديفندر كان هادي خشبة اتعور قبليها واحنا مسافرين فهارس كابتن طارق قال له مين اللي هيعوض هاني هناك فقال له هادي قال له اديني اخر يوم يعني انا منظر على واحد يعني اديني وقت يعني اديني وقتي فجي لقيتهم بالليل قبل المباراة انا كنت هلعب هاف رايت قدام ابراهيم حسن وكان اللي يلعب ديفندر هادي خشبه بس هادي خشبه اكتشفنا ان هو رجليه ورمت قوي ومش هيقدر يلعب وده فاينل انت بتلعب فاينل وافريكا سبور كان فرقه قويه طبعا. احمد وطاره ولعيبه جامده قوي يعني الان سيرجي ماجي ما كانش برضه لسه طلعوا الاحتراف فالنجوم أيوة. موجودين في الانديه النجوم يعني. وكانت فرقه قويه جدا كان فيها لعيبه بتلعب في منتخب نيجيريا يعني انت جابوها طبعا. محترفين بيلعبوا في نيجيريا محترفين وبيلعبوا في ساحل العاج فبصيت لقيت بيندهولي بالليل واول ما تتنده بالليل دي يا اما بره لا اما بره يا اما جوه يا اما بره لا لا اما لا لا اما بره يا اما بره يا اما بره يعني اللي هو ايه اللي هو يعني مش متوقع خالص ان حد احنا خلاص احنا متوقعين احنا قاعدين في معسكر مثلا وخلاص تاني يوم الماتش اول ما الباب يخبط يا هاني كلم كابتن عايزك تعرف ان انت هحكي لك واحد على اسامه عربي بعديها بس قول لي حصل معاك ايه فبعد ما طلبوني انا كنت بلعب واساسي وهلعب واتمرنت طول التكتيك على اني اساسي فطلبوني قلت خير قمت رايح فمستر هاريس اول كلمه قال لي انا عارف انك جريء وانت هتلعب ناحيه اليمين خلاص انا هلعبك قدام ابراهيم حسن هتلعب يعني انت بادئ المباراه قلت الحمد لله يبقى انا فلت يعني اول حاجه فقال لي بس انا بفكر ان انا اول ما قال افكر ان انا وقعت شويه بس ايه قالت تاني لما قال لي
هتلعب ديفندر، لاني مش لاقي حد يلعب الديفندر دي هناك وفي المكان ده وفي الملعب، وعايز تدافع كويس. وقال لي انا عارف ان انت اول مره في حياتك تلعب ديفندر. عملت ايه بقى؟ قول لي بقى احساسك ايه وانت اول مره. الكابتن طارق بقى رحمه الله عليه بص لي قال لي بص مش تعرف تلعبها تلعبش. تعرف الكابتن طارق ايوه اولا منتظر المفيد يعني. قلت له ايه؟ قلت له لو هتلعبوني جون هقف جون لو انتوا محتاجين. اصله انا ناحيه اليمين هيتعوض، كان ياسر ريان كان احتياطي وقالوا هنلعب ياسر، يبقى ياسر هيخش ناحيه اليمين، ياسر هو يخش مكاني قدام ابراهيم فانا اتعوض. لكن حته الديفندر ما كانش في حد خالص موجود. قلت له ما العبها واجازف والعب واعمل اللي عليا. خدتها بحماسه يعني. طبعا الكابتن طارق ساعتها قال لي تلعب؟ خلاص. قلت له خلاص. قال لي اعمل اللي انت عايزه، لانه حس ان انا عند الروح دي. فنزلت يعني. عملت احسن مباراه في حياتي يعني، اول مره العبها، بس عملت الحاجات اللي هي ايه لصالح الفرقه. كنت واقف كويس وبقفل كويس. لما جينا بقى مصر وبنلعب الفاينل هنا، كسبنا، تعادلنا 1-1 هناك. مباراه الذهاب كانت هناك والعوده في 1-1. جه هادي خف وبقى كويس، جه هاريس طلبك تاني دفاع، قال هتلعب تاني في نفس المكان. هتلعب في نفس المكان ده علشان انا شفتك اديت كويس. حتى كسبنا 1-0 وانا اللي جبت الهدف ومن بنالتي، وكسبنا المباراه وخدنا الكاس سنه 93. الثانيه بقى بتاعت اسامه الحلوه دي اللي ما حكاهاش بقى دي امبارح. لا ما اسامه بقى خلي بالكم، اسامه ده يعني حبيبي، كان بيقعد معانا او بقعد معاه في الغرفه على طول وعايشين يعني. فكنا رايحين نلعب مباراه السوبر، فكل شويه يقول لي اسامه انت عارفه دايما بيحب يبقى مدرب قبل ما يبقى مدرب، هو ولا هو بيحب التدريب، فيجيب لي ورقه ويقعد لي بالليل ويقول لي هيلعب مثلا كذا وكذا 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 وكذا، وهو يحط نفسه في الفرقه وانت بره. اقول انا بره؟ طب حطني اسامه. يقول لي لا. ونيجي وفي الطياره وما بيقاس هو. قال لي الفرقه 30 مره. قمنا دخلنا على وانت مش فيها، وانا انا بره، هو خلاص حطك من بره، وانا اتحايل عليه حطني في الفرقه. اقول له ده انا صاحبك يعني، ما تحطني يا عمي، ايه يعني انت مش مدرب اصلا دلوقتي، بس انت حطني. هو ايه كان بيكتب متوقع يعني؟ لا انا متوقع. لا ده هو ايه طول عمره يقول لك انا مدرب، مدرب، فبيحط التشكيل، فيحط التشكيل. فحط التشكيل انا بره 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 طول الوقت. طول الوقت. فروحنا الاوتيل هناك، الكلام اللي هاني بيقوله لك، اول ما يخبطوا لقينا الكابتن شطه بيتصل بيه. انت قلت انا بره. مش انا قلت لا، طلبوا اسامه بقى. فانا خبط على اسامه. عارفه الاعدام لما حد يخبط. قلت له ايه؟ يلا روح. قال لي اروح بقى اعرف التعليمات علشان ده. قالوا له مش هتلعب. لا فراح اسامه وانا قاعد معاه. فلقيت اسامه جاي. قلت له طبعا يا عم هتلعب، قول لي بقى مين اللي هيلعب تاني. هو فاكر ان هم هيقولوا له بقى الفرقه وليك مهام وهتعمل كذا وكذا. قام بص لي قال لي لا مش هلعب. اولا مسكت الضحكه شويه يعني، ضحكت بسيط يعني. فقلت له ولا يهمك بقى، هتقعد بره يعني احتياطي. قال لي ولا احتياطي. بره خالص. انا بقى وقعت. ولا احتياطي كمان. ولا احتياطي خالص. طلعوه بره المباراه خالص. فقلت له بقى انت حطيت نفسك 20 مره مش عايز احط نفسك حتى احتياطي. قادم طلعوا بره. اقول له عشان تحرم تحط التشكيل تاني. ما هو اسامه انت عارفه طول عمره. لا حصل حصل. ذكرياته مشوار طويل قوي ولسه مكملينه، والبيت الكبير لسه مستمر، بس بعد الفصل. رجعنا مع حضراتكم. الكابتن عادل عبد الرحمن منورنا عدول بجد. عايزين بقى نروح للحته الدوليه. اتكلمنا على عين الصيره من الاول خالص لغايه ودخلنا على النادي الاهلي والبطولات مع النادي الاهلي. الجزء الدولي وده زي ما انت عارف بشخصيه تانية خالص، اللاعب الدولي واحساس تاني خالص انك بتمثل بقى بلد، ما بتمثلش نادي. فقول لنا برضو خطوه اختيارك في منتخب مصر. كان في لو فاكر اول الكابتن جوهري كان من المدربين اللي اللاعب يتحط تحت عينيه، مش مباراه ولا اتنين، يحط تحت عينيه حوالي ست شهور، فتره طويله عشان ياخده
لازم يعني يلعب كذا مباراة ويلعب وقت كبير عشان يبقى عنده استمرارية. فكابتن جوهري جينا في مباراة كنا مسافرين أول ما وصلنا كأس العالم، كنا مسافرين، كان المنتخب مسافر الإمارات أول مباراة ودية، لما كان قبليها هنلعب مباراة اعتزال الكابتن إكرامي مع المنتخب مصر. فأنا كنت مسافر مع المنتخب تاني، فنزلت مع الأهلي اللي كنت هروح بقى مع المنتخب بعد المباراة دي، فنزلت مع الأهلي جالي عضلة خلفية وجالي إصابة قوية 20 يوم يعني أقعد فيها. فالكابتن جوهري دخل لي بعديها، وكان أحمد ماجد، الدكتور أحمد ماجد الله يمسيه بالخير، وقال لي لا، قال له 20 يوم وكده، فقال لي خلاص تتعالج في مصر وتروح مع الفريق التاني اللي رايح يلعب كأس الأمم في الجزائر. فحتى الكابتن هاني ربنا يشفيه يعني ويعافيه، كابتن هاني مصطفى كان هو اللي ماسك الفرقة، والكابتن هاني قال لي لو ما لعبتش مباراة في النادي بعد العلاج مش هتروح معايا. فتعالجت كويس، عشان كان في فترة قليلة يعني، تعالجت كويس ولعبت أول مباراة مع الإسماعيلي في الدوري قبل ما الدوري يتلغي، وبعدين رحت لعبت في كأس الأمم في الجزائر. حتى جالي عرضين احتراف ساعتها، جالي في أنتويرب في بلجيكا، وجالي كمان في البرتغال. كانت سنه كان سنه 90 بعد الجزائر، بعد اللي هي بطوله الجزائر اتغلبنا الثلاث مباريات، لكن اللي عملت بطوله كويسه، ثلاث مباريات عملتهم كويسين قوي، وجبت الهدف الوحيد لمصر في كاس الامم. وجالي العرضين، والعرض الاولاني جالي من انتويرب وكان رقم كويس قوي، وساعتها كنت لانا لشيكابالا اللي هو لاعب زامبيا القديم. والنادي، وكان رئيس النادي الكابتن عبد الصالح الوحش كان معانا هناك في البطوله كمان، لانه هو كان مدير فني افريقيا، فقال لي لا انت هتروح مع المنتخب الاول، وممكن تلعب في كاس العالم، وممكن يجي لك رقم اعلى ومش رقم اعلى. وبعدين اللي حضرتك فضلته مش يعني انا، ما كانش ساعتها ما كانش في ايدك الاحتراف، وبعدين ما كانش تقدري النادي يقول لك حاجه وتتكلمي يعني. أيوة أيوة. يعني الرقم كان كبير جدا في عز الوقت ده، كان 600,000 دولار. النادي هياخد تلتين واللاعب ياخد تلت، لكن النادي لما يقول لك ده احنا كان احسن، ده بقى درس بقى احنا بتاعنا بقى. ده احنا لعبتنا. يقول لك اقعد، مفيش مشي، يبقى مفيش مشي. ليه؟ لانه النادي بيثق فيك كلاعب، علشان كده اي لاعب النادي يقول له اقعد، او هو شايف انه هيبعد عن النادي الاهلي، فبعده افضل. بمعنى انه لو انت فضلت انك تمشي من النادي الاهلي، لو انت لعيب كبير قوي، انا افضل، لو انا في الاداره افضل ان لازم امشيه فورا. وخاصة عادل انه ما بيقولوش اقعد ببلاش، ده انت اقعد وبياخد رقم كبير، اقعد وحنديك حاجه محترمه. احنا يعني ما كناش بناخد، مش موضوع بقى. احنا كنا بنقعد بنقعد، احنا كناش بناخد. انا بتكلم يعني اختلاف الاجيال، معلش عشان برضو الناس تفهم. احنا كان جدنا كده، ما كانش فيه احتراف، ما كانش فيه البادجت الكبير، ما كانش فيه سبونسر، لكن احنا متعودين لما النادي الاهلي يقول حاجه نقعد. فلا دلوقتي الامر اختلف شويه، عشان الناس مختلف شويه، بس يعني ما بقولش اللعيب اقعد قعدك ببلاش، بقول له لا انت بتقعد، وبيقدروا تقدير كويس جدا. بس انا يا كابتن هاني عايز اقول كلمه في الامر ده، احنا لما كنا بنقعد، خلي بالك يا سام في الامر، احنا قعدنا يعني، انا كنت القانون ساعتها كان بيقول انا لاعب تحت السن حوالي 5 دوري بلعب بكارنيه ناشئين، واول ما تطلع الفريق الاول سنك يجي الفريق الاول تقعد 6 سنين ما تاخدش حاجه. فالنادي قال لي اقعد، وانا كنت لسه صغير وكنت بلعب بكارنيه الناشئين، فقال لي اقعد، فما تنتهاش. قعدت ليه؟ رغم ان النادي في الفتره دي مثلا النادي الاهلي بيقول لك اقعد وفي رقم كبير، يعني انت بتاخد رقم مش قليل. يعني احنا كان زمان مثلا جالي 600,000 دولار، انا كان نصيبي منهم هيبقى حوالي 200,000 دولار في وقت. طب وده مبلغ كبير جدا في وقت، لا كان وقت عالمي طبعا. ولكن النادي لما قال لي اقعد، ساعتها كانت ثقافتنا كده، نقعد غصب من عننا، لان احنا حاسين ان هو عملنا، يعني فلوس ما زغللتش، كانت عينك ولا ما حاجه، مفيش فلوس بتزغلل عيننا. رغم بقى ان في الوقت الحالي يعني الاحتراف زي ما الكابتن هاني قال، لا انت بتاخد يعني الفروقات ما بتبقاش كبيره. يعني عشان كده انا بقول ايه،
انا ما ندمش على حد، وبالاخص انك تعمل، احنا اللي عاملين، النادي بيعمل. ما كل اللعيبه اللي انت شايفاه في الدوري المصري ده 60% منهم احنا دربناهم، مش عدوا علينا بس 60%. يعني انا بقعد اتفرج على مباريات، يعني أيوة صح، خارجين نادي الاهلي من يعني في ناس بدر رجب بالاخص بدر رجب طبعا، بدر رجب علشان هو بيجيبهم من الصغر. بدر رجب ده من احسن وافضل الناس اللي بيشتغل في في البراعم، وبيعرف ينقي كويس. يعني احنا بنقعد نتفرج على مباراه، انا لما بصادف بدر وبقعد معاه بنتفرج على مباراه، بنكون مررنا حوالي مثلا 4 لعيبه من هنا و7 لعيبه من هنا. لو اي فرقه، قولي اي فرقه في مصر. علشان كده احنا الشغل بتاع النادي الاهلي انك انت هتطلع وهتفضل تطلع لعيبه، وكل اللعيبه اللي طلعناها كلها لعيبه اقويه ولعيبه كويسه قوي ولعيبه جامده، واهم ما في الموضوع ان هم بيحبوا ناديهم. التغير بقى لما واحد يتغير فما تزعلش عليه، بالعكس انت تفرح جدا انك لازم تبعده، ولازم يبعد حتى لو كان لم يتشبع بروح الفانيلا، يعني زي ما بنقول. لا هو عادي بقى طبعا، يعني موضوع موضوع هي موضوع بيختلف شويه دلوقتي عن زمان، لكن في المضمون عادل بيقول خلاص طالما انت ما عندكش الرغبه بالعكس انت ما تقعدش، ده انت تمشي مكسب ليا، مكسب ليا يعني ده حقيقة. لان انت لو قعدت هتبقى فيها مشاكل، وتبقى دريسنج روم يبقى فيها مشكله، ويبدا يكلم ده ويكلم دوت، فدي مشكله تانية. لا انت موجود، انا في رايي عادل انت، احنا النادي الاهلي بيقدم عرض، انت يا استاذ العرض بتاعك كذا، قابل بالعرض لا، قال له لا مع السلامه شكرا وخلاص، والموضوع يتلف. وفي نفس الوقت علشان بس هو الخسران يعني. وفي نفس الوقت علشان الناس ما يقولوش علينا ان احنا بعاد عن العصر، لا انت بتتكلم برضو في احترافيه. يعني ايه؟ لا ما هو ممكن الناس يجي يقول لك ايه، لا ده الناس دي بتتكلم بقى في حب الكيان وحب النادي والحاجات دي. بنتكلم في حب الكيان وحب النادي، وبتتكلم باحترافيه. لا بس النادي الاهلي هيتعامل باحترافيه مع كل الناس، لا ما انا عارف، لا انا بقول لك يعني كمان اما انا بقول لك يا كابتن، لا وبنشتغل باحترافيه. يعني حتى كلامنا، انا بتكلم على كلامي انا، انا كمان في احترافيه. يعني انا بقول لك انه اللاعب اللي انت بتتفاوض معاه، يعني ايه القضايا اللي كانت مطروحه في الفتره اللي فاتت على النادي الاهلي؟ قضايا كذا لاعب اللي هو اللي احنا شفنا اسماء الناس اللي خرجت من النادي، الناس اللي خرجت من الناس من النادي الاهلي. يعني انا شايف انه ده الطبيعي، ما هي الدنيا كده، محدش هيدوم، ولو دامت لك مش هتروح لغيرك. والخروجه كانت مميزه لبعض الناس. انت مش زعلان يا كابتن عادل؟ انت بتزعل انه كان بيبقى في نوع من المراوغه، وده اللي بيزعل، مش ان انت تطلع او تدخل. والله يا سامي مش هو ده اللي بيزعل. عايز اقول لك تخرج مع الف سلامه، لكن اللي بيزعل ان انت التصريحات بتتغير، ان الوعود ماشيه، ان الاتفاق مش هو. لما الحاجات دي تتغير هو ده مش بيزعل كمان، بس بيخليك كده هو في ايه، يعني بيخليك تحط كذا علامه استفهام جنب بعض. مش ان انت تخرج من النادي او تمشي او تروح او تسافر او تقعد في بيتكم، لا مش ده اللي بيزعل، عشان برضه الناس طبيعي تفهم. لا ان انت كلامك مش هو ده اللي اتقال، فانت بتخليك يعني في حاجه غلط، في حاجه يعني غريبه طبعا بتحصل. طبعا كلامك مظبوط، لان احنا لو بتتكلمي وخاصه على رمضان مش عايزين نفتح تاني الموضوع، ولا لكن بتكلم عن رمضان ولا بتكلم عن شيء، مش بتكلم، انا بتكلم بشكل عام يا كابتن، مش عايز اقول اسماء على فكرة. خلي بالك مش كل الناس بتوعد ان انا قاعد في النادي الاهلي. انا باخدها من منظور واحد. منظور ان دلوقتي في لعيب عندي عقده بيخلص. انا عشت في اوروبا 15 سنه، النادي الاهلي بيجي يا استاذي انت عقدك هيخلص، ادي العرض بتاعي اهو. بيبقى في اصل ده عرض وطلب، ده بروفيشنال وايز. والله انا بقدم للكابتن عادل، بقول له عادل انا اهو، ممكن عادل يقول لي بس ممكن اشيل دي واحط دي، طب ممكن، فبيرجع لي تاني الامر. فبقعد مع اللجنه، طب عادل عايز كذا، بنوصل في الاخر لرقم. انا شايف كل الارقام اللي اتعرضت على كل اللعيبه رقم كبير، رقم كويس. بالنسبه لي يعني بالنسبه لمستقبلك، لا بالنسبه لمستقبلك، لا وكمان يا سهام بالنسبه للفلوس الناس بتاخد، الناس عايشه ب 2000 جنيه في الشهر. طيب. في ناس بتشتغل من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 8 بالليل. خليني الرقم كبير، خلينا نتكلم بكل امان. يعني انا اللعيبه ما تزعلش مني، بس ده واقع. يعني خلينا اتدخل في الامر ده واسالك سؤال، بقول لك
مثلا لو احنا اتكلمنا على انتوا جبتوا سيره موضوع رمضان مثلا اللي انتوا اتكلمتوا عليه، يعني ماذا لو النادي الاهلي عمل الصفقه بمثلا ب 260 مليون؟ اولا انت جبت طاهر، محمد طاهر ب 25 مليون، الدنيا اتقلبت، وفي ناس اتجابت ب 80 مليون في انديه تانية ما حدش جاب سيرتهم، خلي بالك. عشان كده انا بقول لك الهجمه الشرسه ازاي. لما انت لو جبت اللاعب ده ب 260 مليون هيتهد الدنيا عليك، هيقول لك سفه، هيقول لك انتوا بتدوا ارقام كبيره، هيقول لك اعلى من قيمته التسويقيه اصلا، انتوا بتبوظوا الكوره. طب انا دلوقتي لو شوفوا بقى الاحصائيه اللي انا هقولها لكم عشان بس اوريكم النادي الاهلي في ضرب فيه ازاي. القيمه التسويقيه للدوري المصري 425 مليون جنيه للفرق كلها، دي القيمه التسويقيه. ده السبونسر بيدفع كده عشان ده الراعي يعني. عارف كم سنه؟ لا في 4 سنين اعتقد. في 3 سنين. حلو. لما يكون لعيب ب 260 مليون يعني اكبر من النص او قد النص مثلا، الناس تقول لي او اكبر او يعني 40% من الرقم التوتال بتاع، الناس هتقول ايه؟ فلما تيجي تشتغل بعقلانيه شويه الناس تيجي تقول لك ايه؟ انت بتتكلم غلط. لا يا عم، ده اللي بقى اللي عايز اوصله، ان في انك انت بتحط النادي الاهلي بيحط قيمه معينه. انا في وجهه نظري انا عشت بره وعارف تقييم ده كويس. طب ان القيمه ديت قيمه ممتازه، مش هستخسرها في اللعيب، لكن قيمه ممتازه ولا تناسب الدوري المصري، يعني اعلى كتير جدا، مبالغ فيها بشكل كبير. بروميسنج جدا، لعيب كويس قوي، لعيب صغير عنده 23 سنه، امكانياته الفنيه طبعًا عاليه قوي. ده النادي الاهلي قدره بشكل اكتر من رائع. على الجانب الاخر النقطه اللي انت قلتيها انه دايما كان في بيطلع كلام ان لا ومش هلعب بره، وده انا عارف ان رمضان، وانا اتكلمت مع رمضان يعني من فترات طويله، عارف انه طموحه قابلته هناك في انجلترا، وهو نفسه يلعب في الدوري الانجليزي، نفسه يلعب مشروع هناك. مشروع، حاجه مشروع طبعا، حاجه مشروع وحاجه النادي الاهلي مش هيقف ضده، لان هو النادي الاهلي اللي طلعه، وبعدين طبعًا النادي الاهلي رجعه، وبعدين النادي الاهلي طلعه وهو ايه؟ خلي بالك صغير كمان. لا، ونقطه مهمه، النادي الاهلي طلعه وهو في عز مجده، كان بيأدي كويس قوي، كان دايما مميز. طبعا النادي الاهلي رجعه وهو في اقل مستوى ليه، بدليل انه ما لعبش ولا مباراه. ايوه، او ما لعبش في الدوري الانجليزي كتير، ما لعبش كتير، كان عنده اصابه، والنادي اصلا كان بيمر بظروف صعبه، فانت عليته تاني. ده طبعا. بس خلي بالك عشان بس اقفل الموضوع ده بالظبط، اخر كلمه فيه، يعني هو مش لعيبك، هو كنت انت بتشتريه. عشان كده بقول لك ان النادي الاهلي ما فشلش في صفقته، ده بالعكس النادي الاهلي اتعامل باحترافيه لانه مش بتاعته. انت قدمت عرض، في ناس علت عليك، هو اللاعب بقى. دي نقطه مهمه قوي يا عادل، لان كان في ناس ان فاكره ان هو النادي الاهلي راح من النادي الاهلي، النادي الاهلي فشل في الايقاع على رمضان. لا خالص، هو رمضان مش بتاعك. دي مهمه قوي برضو. طبعا اهم، رمضان مش بتاعك اصلا. يعني هو لاعب بيلعب في الدوري الانجليزي، هو تبع نادي، فانت بتقدم عرض، اذا كان اللاعب رفض او النادي رفض عشان يجي له، والنادي محق، النادي الانجليزي محق جدا، لانه هو عايز الاعلى. ولقى في مشكله كمان. انت هنا في مصر بنعمل لا معقول، حتى مش في صفقه رمضان، انا بتكلم في عامه، لما بيجي نادي يجيب لاعب في نادي تاني مش محتاجه، مش عايزه، ولكن يعلي عليه، عارفه يعني اللي هو ايه، يخرب له الامر. اللي هو ايه، يقول للنادي ده انا هجي اخد اللاعب، هو مش عايزه، بس يحط رقم اعلى علشان النادي اللي عايز اللاعب ده يدفع رقم اعلى. طب ما انت تسيب، علشان كده الانديه بتلعب بيها الكوره من اللعيبه، ومن دي عندنا دي مشاكل كتير. دي من مشاكل طبعا. يعني انا بكلمك بمنتهى الامانه، الانديه بتلعب بيها الكوره. يعني الانديه بتتعب. يعني انا هقول لك حاجه عشان بس نقفل الملف ده بسرعه، لانه كمان الاداره قفلته، فاحنا عايزين. لا انا مش بتكلم في الموضوع، انا مش بتكلم على موضوع. انت عارف المشكله ايه وانا هكلمك فيها عادل، هنتكلم فيها، ويا ريت انت كمان تكون موجود معانا، اكيد انت عانيت منها. الايجنت طبعا الوكيل. انا بعاني من النادي دلوقتي كمدرب، فخلينا نتكلم فيه بس. عندنا نتكلم بقى بما انه مدرب، هو فتح السيره. احنا امام خبير ناخد الجمهور. طيب احنا دلوقتي قبل ما ندخل في موضوع التدريب، 20 سنه تدريب
صحيح مع النادي الأهلي وفي السعودية كمان وفي السعودية. لكن طبعا قبل ما نتكلم عن القصة الكبيرة دي خلينا نروح نشوف رأي الجماهير، تقرير كده صغير معمول لحضرتك ونرجع تاني. وعادل عبد الرحمن وجول عادل عبد الرحمن بيجيب الجول الخامس. هو عادل عبد الرحمن لعيب، كان لعيب كويس وهادي في الملعب ومش بيثير مشاكل، وكان بينجدنا كتير في مواقف صعبة. ولعيب اللعيب اللي انت ما تحسش بيه في الملعب هو ده يبقى لعيب مجيد. والدليل على كده ان الجوهري اختاره من ضمن الناس اللي راحت كاس العالم سنة 90. عادل عبد الرحمن اللعيبة المتميزين والمميزين، وكان له دور كبير قوي مع النادي الأهلي. كان بيلعب على ما أعتقد وينج رايت، وكان الحقيقة محاور ومن اللعيبة الممتازين اللي يعني النادي الأهلي من أبناء النادي الأهلي وأولا يعني. واحد من فرسان النادي الأهلي ومن العلامات المضيئة في تاريخ النادي الأهلي، وكان بيلعب وينج رايت وينج ليفت، وكانت الباصات بتاعته كان معروف بالتحركات بتاعته المضبوطة وكويسة، واحنا ما ننساهوش أبدا. عادل عبد الرحمن كان من اللعيبة المحترمين جدا اللي كان ليه تأثير فعال في النادي الأهلي، وخصوصا لما كان بيلعب وينج يمين. وطبعا احنا عارفين انه راجل كان محترم وملتزم وذو قدرات عالية في اللعب يعني. طبعا انضمامه للمنتخب طبعا كان ليه تاثيره. اللعيبه الجمال جدا، بتوع الزمن الجميل، اشتهر دايما بهجماته اللي كانت ناحيه الوينج اليمين، تبقى جميله ناحيه اليمين، جميله جدا، وهنفتكره الفيلا رقم 12 دايما يعني. الكابتن عادل عبد الرحمن طبعا لعيبه كبيره، كان بيلعب وينج في النادي الاهلي في اوائل التسعينات، وكان بيأثر بعرضياته او كصانع العاب في الفوز الاهلي ببطولات الدوري او بطولات افريقيا. من اللعيبه اللي يمتازوا بحاجات كتيره، كان السرعه، قوه البنيان، كان هداف، وكان احيانا بيصنع فرص للعيبه اللي معاه. كان لاعب ما عنده مهاره، واكيد ان هو كان حد كويس عشان يبقى في الاهلي يعني ويتاخد كاس عالم بعد كده. كان هو من الجيل الجميل يعني، جيل التسعينات بتاع كاس العالم، وكان لعيب خط وسط حريف بصراحه يعني، وكانت بساطته واسيستاته جامده ومؤثره. كان لعيب فنان في الملعب، تحس كده بروح ووجود ليه في الملعب، اداؤه راقي، تحس بحاجه بشياكه كده اوروبيه. لو هو حتى موجود النهارده ما كانتش اصابه حشيته كتيره، كان اكيد مسيرته هتبقى اقوى واكبر من كده. عادل بصراحة من الناس اللي حاطت بصمة كبيرة في النادي الأهلي. عادل كان ليه سرعات عالية، وكان ليه رفعات مميزة، وشارك في بطولات كثيرة في النادي الأهلي. عادل لعيب موهوب، وكنت أتمنى أنه هو يكمل في الملاعب أكتر من كده، إنما هو عصر جيل ذهبي وجاب بطولات كثيرة للنادي الأهلي، وبصراحة أدى اللي عليه يعني وزيادة الحمد لله. رجعنا مع حضراتكم. كابتن عادل عبد الرحمن، طبعا بتحس بايه وانت شايف الناس يعني؟ انت اخر ماتش كان امتى عادل، او اعتزلت امتى، سنه كام؟ 98 يعني 97 98. الناس ما شاء الله فاكراك وسايب بصمه للناس. ما هو ده جمهور النادي الاهلي يعني. انا عاوز اقول لك حاجه، اللي بيخسر جمهور النادي الاهلي بيخسر على طول. انا بكلمك بمنتهى الامانه، جمهور النادي الاهلي جمهور حساس جدا، جمهور بيحب ولاده المخلصين ليهم. فأنا سعيد جدا وأنا بشكرهم كلهم يعني، وبشكر كل جمهور النادي الأهلي اللي بيساند أي لاعب من النادي الأهلي، لأنه لاعب ما بيسويش حاجة من غير جمهور الأهلي. دي حقيقة يعني، أنت جمهورك مخلص لأقصى حاجة ممكنة يعني، عمره ما شتمنا، حتى لما بنبقى وحشين عمره ما بيشتمنا. يمكن الحاجات البسيطة اللي بتحصل، في حاجات بسيطة بتحصل، لكن عمره ما نهر لعبته. ممكن يغضب لكن بيغضب طول الوقت مستاند، طول الوقت داعم، بس هو بيحب دايما المخلصين يعني. ودي رسالة للعيبة الأهلي، خلي بالكو الجمهور ما بينساش، صح، وما بينساش الناس اللي بتأساله، أو الناس اللي بتشتغل ضد ناديها، أو الناس اللي بتتكلم على ناديها، او بتخلي حد كمان بتبقى بتساعد الناس اللي هي عايزه تهدي ناديها. فالناس ما بتنساش، والناس اذكيه،
والناس بتفهم كويس. فعشان كده بقول نصيحة للعيبة، خلي بالكم الجمهور ده بيعملكم، ربنا طبعا هو اللي بيعمل ثم بس تشجيع الجمهور، لكن الجمهور بيعمل لاعب وبيعمل الثاني وبيعمل الثالث وبيفرح باللعيبة المخلصين ليه. فالحمد لله على التقالي. نحن الآن أمام خبير في قطاع الناشئين يا جماعة، 20 سنة مشوار التدريب، يمكن بس مش كله قطاع ناشئين، مش كله قطاع ناشئين. حضرتك دربت برضو بره في السعودية، هنتكلم عن رحلتك بره. بس أوكي. نبدأ بقى يعني بشكل عام، يعني أول كم سنة في الأهلي؟ بس الأهلي أول 9 سنين. أول 9 سنين في قطاع اشتغلت في القطاع 9 سنين مع كروفر. أول ما بدأ كنت أنا وبدر رجب وعلاء ميهوب، كابتن علاء ميهوب طبعا عشان هو كبرنا كابتننا، ومحمد السيد، وكان مستر كروفر كان موجود، وكان قطاع الناشئين في النادي الأهلي في عمالقة التدريب في الوقت الحالي. كان الكابتن مختار وكابتن حسام البدري وكابتن محمود صالح وكابتن شطة والدكتور عمرو أبو المجد وكابتن زيزو وكابتن فتحي مبروك، يعني 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 قطاع الناشئين الله يرحمه طبعا. الكابتن أحمد ماهر كان مدير القطاع في فترات، والكابتن محمد رمضان لما مسك مدير كورة في فترات أو مدير قطاع في فترات طويلة. فكنا كنا أقوية جدا، كان جهاز قوي جدا واللي بيشتغل معهم. وبعدين لما كنت تمسك فرقة في النادي الأهلي في القطاع الناشئين صعبة جدا، كأنك بتمسك في الدوري الممتاز، لأن كان في نجوم كبار قوي هم اللي ماسكين. قعدت اشتغلت مع كروفر سنة واحدة، وكان الكابتن صالح رحمة الله عليه كان عامل فكرة جيدة قوي ان اللي ان النادي كله او القطاع كله بيتمرن بفكر كروفر واحدة، اللي هو بطريقه واحده اللي هي المهاره، وبدانا نشتغل فيها. يعني انا كنت مساعد في المدرسه بس اطلع ادرب فرقه الكابتن شطه، هو المسكه مدير فني، انا ادربهم هو يلعب المباريات. وفضلنا على كده سنه، وبعدين بدات امسك بقى الفرق. اول جيل مسكته جيل الـ86 اللي هو مع حسام عاشور، وبعد واحمد سمير فرج ولعيبه كتير قوي وعبد الله جلال، وده الجيل الاولاني. وبعدين مسكت الـ87 وخدت معاهم بطوله، وبعدين مسكت الـ88 وخدت معاهم بطوله جمهوريه، ودي كانت من افضل اللي هو جيل اسلام عادل واللعيبه دي اللي كانت موجوده. وبعدين الـ89 مسكتهم وخدت بطوله برضو، ولعبت بالـ90 وبعدين الـ91 اخر جيل ليا اللي هو ايمن اشرف حسين السيد. ده اخر فرقه مسكتها دي اخر فرقه مسكتها في النادي. امال السعوديه كانت امتى؟ وبعدين بقى رحت على انبي، اشتغلت كمدير فني لقطاع انبي اللي هو 7 فرق مع الكابتن امام محمدين اللي هو الراجل العبقري اللي في قطاع الناشئين. دي حاجه كبيره يعني. وبعدين رحت بقى بدأت مسيرة ان انا امسك الفرق اللي هي بره النادي. مسكت سكر حمدية فترة قليلة، وبعدين سيراميكا كليوباترا بدأت كان عملتها. كان ممتاز به بس ما قعدتش معهم فترة، عملت سيراميكا في البداية. بدأنا نعمل الفرقة، وبعدين سافرت بقى على النصر السعودي. اول حاجة كانت النصر. اشتغلت في النصر السعودي فرقة 18 سنة، اول سنة خدت البطولة، خدت الدوري مع النصر السعودي. وبعدين رحت الشباب السعودي خدت دوري وكاس والله، بس تحت الـ20 سنة. والباطن سموه كاس الاولمبي، بيسميه الفريق الاولمبي. وبعدين مسكت الاولمبي خدت البطولة. يعني انا قعدت امسك في القطاع هناك في قطاع الاولمبي والشباب. خدت في 3 سنين 4 بطولات، خدت افضل مدرب اجنبي في القطاعات دي كلها في الـ10 سنين الاخرانيين. هم كانوا بيعملوا كده في الاتحاد السعودي، يعملوا افضل مدرب في الـ10 سنين اللي جاي، عشان انا خدت 4 بطولات في 3 سنين. انا كنت متابع برضو، كان في فتره تقريبا كنت انت في الشباب عادل، وكان المدير الفني اجنبي ومشي، وكان كنت انت مرشح. ده كان في الشباب ولا لا؟ كان ما انا احكي لك اكمل لك. فخدت البطوله دي وانا باخدها خلاص، خدتها. فجه باتشيكو اللي هو كان ماسك الزمالك وجانا الشباب السعودي، فخسر حوالي 5 مباريات، وانا كملت بقى الدوري مع الفريق الاول. كانت بدايتي بقى مع الفريق الاول في السعوديه. قعدت اشتغل 16 مباراه في الدوري، حتى الحمد لله يعني كانوا في المركز العاشر حاجه كده، ووصلنا المركز الخامس.
وبعدين رحت لعبت بيهم ابطال اسيا، لعبت بطولة ابطال اسيا دوري ابطال اسيا مع الشباب، لعبنا العين الامارات ولعبنا بختكور وكسبت بختكور حتى هناك في اوزبكستان 2-0 وعملت اداء كويس قوي. وبعدين مسكت الاتحاد الفرقه الاولمبي، وبعدين مسكت الفريق الاول في الاتحاد. والاتحاد ده يعني حاجه قويه واكبر كبير واقوى طبعًا. جمهور أيوة في الخليج ومن افضل انديه الخليج على الاطلاق، وممكن بيكون بيعدي بمرحله مش جيده الايام دي، لكن انا حزين جدا عليها، لكن هو من افضل انديه الخليج وليس المملكه بس. طب بمناسبه بقى افضل انديه الخليج والجمهور وكان ليك بقى هدف شهير قوي في القادسيه برضو، ولا الناس ما تعرفش تعرفش قوي عنه حاجه؟ انت كنت كلمني عن ايه؟ انا كنت بلعب كان بيلعب في كلمني بقى عن الهدف ده، واحنا خلاص على فكره احنا قدامنا وقت قليل قوي وبنختم المفروض، بس ده برضو كان هدف يعني لا انت بتعتز بيه قوي. انا بعتز بيه ليه؟ لاني احنا عشان بس اوريكم روح النادي الاهلي، احنا كنا في مباراه اعتزال فيصل الدخيل واحنا كنا في العيد لو فاكر يا هاني في الكويت، وكنا مغلوبين 2-1 وكان فيصل الدخيل جاب جون، حتى انا رحت له قلت له يا كابتن فيصل انت بتبطل ليه؟ جابه في الكابتن ثابت شاطها من حوالي 30 يارد، قلت له انت بتبطل ليه انت؟ ففي اخر ثانيه في المباراه او في فاضل دقيقتين حاجه كده ومغلوبين، واحنا ما كناش بنلعب علشان النادي الاهلي بس، انت لما بتلعبي في الخليج بتلعب عشان المصريين طبعا، وبالذات جمهور النادي الاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي في الخليج لو النادي الاهلي خسر لو جه وخسر يا عيني بيتعذبوا فتره طويله، وكل الجماهير يعني احنا بنلعب فعلا لجماهير خاصه النادي الاهلي وجماهير مصر، وجمهور مصر يعني فرقه من مصر هي بتلعب في الخليج طبعا ده باسم مصر طبعًا يعني طبعًا. يعني كل الناس فتعادلنا في اخر دقيقه، فالجون كان يعني كان جاي في وقت صعب جدا وتعادلنا، فالجون ده انا بحبه علشان كنا ساعتها الجمهور كان مال الاستاد يعني أو يعني احنا الملعب كان مقفول بجمهور النادي الاهلي طبعًا. والجمهور كان اول ما بنروح اي حته في الخليج بتلاقيه يعني فسحه جميله ان يشوفوا لعيبه الاهلي ويشوفوا الاهلي عشان كده لما النادي الاهلي بيروح اي حته حتى لو بتلعب ماتش ودي فلازم تعرف انك انت في تحدي كبير جدا، تحدي مش ليك انت كنادي، لا التحدي للجمهور اللي بتاعك. حلوة الجملة دي، نورتنا بجد يا كابتن عادل، ونتمنى ان شاء الله نشوفك دايما هنا في البيت الكبير منورنا، وانا سعيد طبعا انا فرحان ان انا شفتك بقالي كتير ما شفتكش، وان شاء الله تنورنا في يعني في حلقات كتيره ان شاء الله نتناقش معاك كمان، لسه ما كملناش مشوارك فان شاء الله تكون متواجد معانا مره ثانيه ان شاء الله. اكيد طبعا انا سعيد بيكوا جدا، سعيد بيك يا هاني، انت عارف مدى معزتك عندنا حبيبي يعني عبدور. من الناس المحترمه واللي احنا بنحبها طول عمرنا واحنا عشره عمر حبيبي. طبعا سام بشكرك أنا يعني بشكرك. وانا سعيد جدا كنت معاك. ميرسي ميرسي جدا شرفتنا حبيبي. ودي كانت حلقه البيت الكبير في اخر الاسبوع، نتمنى ان حضراتكم تكونوا اتبسطتوا، ان شاء الله يوم الاحد حلقه جديده في البيت الكبير.